النشرة السابع والنصف أهلا بكم أهلا بكم إليكم أبرز العناوين المديرية العامة لقوات الدرك تعلن عن استشهاد العريف على الزرقات في مملكة البحرين إحالة قضية وفاة الطفل عز الدين العواوي ووالدته إلى المحكمة وإسناد تهمة التسبب بالوفاة لأحد منتجعات البحر الميت وزير الخارجية وشؤون المغتربين يؤكد أن الأردن ملتزم بكافة بنود شراكته مع حلف شمال الأطلسي لضمان تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها الأخير على غزة وتطالب بإجراء تحقيق دولي. بعثة من صندوق النقد الدولي تبدأ زيارة غدا إلى المملكة لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. والى التفاصيل اعلنت المديريه العامه لقوات الدرك استشهاد العريف علي محمد علي زريقات في مملكه البحرين وقالت المديريه في بيان لها ان الشهيد كان يعمل ضمن المهمه التدريبيه المشتركه مع قوات الامن البحرينيه والتي تاتي في اطار التعاون الامني والتدريبي بين المملكتين منذ عده سنوات وكانت وزاره الداخليه البحرينيه اعلنت استشهاد شرطي اردني في هجوم ارهابي اثناء قيامه باداء الواجب جنوب غرب العاصمه المنامه واضافت الداخليه البحرينيه في بيانا لها أن الشرطة ما زالت تحقق في الهجوم الذي وقع بمنطقة دمستان للوقوف على أسبابه ومعرفة من يقف خلف تدبير هذا الحادث الإرهابي. أحال اليوم مدعي عام عمان قضية وفاة الطفل عز الدين العويبي وأمه إلى المحكمة بعد أن استكملت النيابة العامة تحقيقها واستمعت لكل الأطراف واستعانت بالخبراء المتخصصين في علم السموم والطب الشرعي، وقال مصدر قضائي في النيابة العامة إن المدعي العام توصل من خلال التحقيق إلى أن المادة الغذائية التي تناولتها العائلة وأدت إلى الوفاة تم تحضيرها من قبل العاملين في الشركة المستثمرة في أحد منتجعات البحر الميت، وإن إدارة المنتجع وبعض العاملين فيه لم يتبعوا الحيطة والحذر والشروط الصحية اللازمة في تحضير الوجبات الغذائية ما أدى إلى انتقال بكتيريا قاتلة للمرحومين وأدى إلى وفاتهما وأشار المصدر إلى أن المدعي العام استمع لكل من له علاقة بالقضية وتبين له أن البينات المتوفرة لدى النيابة تكفي لإحالة القضية إلى المحكمة بعد أن قام باستجواب إدارة المنتجع وعدد من الموظفين مسندا لهم جرم التسبب بالوفاة على أن تتم محاكمتهم امام القضاء المختص الذي يعود له حق تقدير الادله واصدار القرار العادل. احنا التقرير لم نستلمه حتى الان من الادعاء العام. حال استلام التقرير ممكن نعمل مؤتمر صحفي نوضح للجميع ما حصل بالضبط. ونحن بنقوم باتخاذ من حقنا القيام باتخاذ كافه الاجراءات. والدعاوي سواء كان داخل المملكة أو خارج المملكة وإذا كما رأينا بالمحطات الفضائية أنه إدانة الفندق نحن ندين إدارة الفندق العالمية وليس شخص معين ناقش النواب اليوم المذكرة النيابية التي تقدم بها 78 نائبا رفضا للحديث الدائر حول توقيع الحكومة الأردنية لصفقة استيراد غاز من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وكان النواب افتتحوا جلسة الرقابية الأولى في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب بمناقشة قضية استيراد الغاز والتي لاقت رفضا شعبيا وحزبيا واسعا تفاصيل أوفى حول جلسة الرقابية وما دار فيها في تقرير جورج برهم بسم الله الرحمن الرحيم بدأ النواب اليوم جلستهم الرقبية الاولى في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب وذلك لمناقشة المذكرة النيابية التي وقعها 78 نائبا عنية عن الحكومة التوقيع مع شركة نوبل الامريكية لاستيراد الغاز من اسرائيل بدات الجلسة الصباحية بتوزيع النائب رولحروب على بعض النواب صورا معارضة لصفقة شراء الغاز من اسرائيل كما جلس اعضاء من مناهضة شراء الغاز من اسرائيل على شروفات مجلس النواب وزير الطاقة محمد حامد في بداية الجلسة صعد للمنصة لإيضاح أسباب نية الحكومة التوقيع وأضاف بأن الأردن لم توقع أي اتفاقية مع شركة نوبل الأمريكية للغاز لغاية الآن وإنما تم فقط هو توقيع خطاب للنوايا معهم ومع شركة الكهرباء الأردنية لاستيراد الغاز وأنه لم يتم لغاية الآن تحديد الكميات او الاسعار وابين ايضا بان من اهم التحديات التي واجهت وتواجه قطاع الطاقه في الاردن هو عدم استمراريه تدفق الغاز المصري ونحن نحن حذو جمهوريه مصر العربيه في السماح لشركه الكهرباء الوطنيه بتوقيع اتفاقيه لشراء الغاز لخفض كلف انتاج الكهرباء واطفاء بعض الخسائر على مدى سنوات نواب كثر اعتبروا كلام وزير الطاقه غير مقنع، وان ما قدمه هو ذرائع وحجج غير صحيحه، وان الاتفاقيه تعتبر خيانه للوطن كونها اكبر صفقه تطبيع ولا يجوز توقيعها، لان التاريخ لن ينسى ولن يغفر لمجلس الامه السابع عشر قيامه بالموافقه على هذه الاتفاقيه، وان على الحكومه ايجاد حلول بديله غير استيراد الغاز من اسرائيل. امن التزود بالطاقه هو من عناصر الامن الوطني. فكيف لنا ان نضع رؤوسنا في مقصره العدو؟ عدو لم يحترم يوما عهوده ومواثيقه. وما احترمها على مر التاريخ، فعلى ماذا نكافئ هذا الكيان المغتصب؟ في المقابل عدد قليل من النواب ايد استيراد الغاز من اسرائيل بشرط ان تكون هناك معاهده تجدد سنويا. واذا لم نستورد الغاز ونشتريه من هذه الشركه فيس فسيستورده غيرنا منها وستبيعه عليه، يجب ان ناخذ بالاعتبارات الاقتصاديه بعيدا عن الاعتبارات السياسيه. هناك عجز ضخم وخدمه دين ضخمه في الموازنه سببها العجز المتراكم السنوي على فاتوره الطاقه واثرها على على موازنه الدوله. موقف نيابي معارض لصفقه شراء الغاز من الكيان الصهيوني وخطابات رنانه مليئه بالحميه والغيره على الاردن وتؤامها فلسطين لكن السؤال المشروع هنا هل تتوج كل هذه الخطابات بالغاء الصفقه بشكل نهائي ام انها ستظل مجرد خطابات ومشاعر مؤقته سرعان ما تتلاشى عند التصويت على الاتفاقيه جورج برهم رؤيه اكد وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ناصر جوده ان الاردن ملتزم بكافه بنود شراكته مع حلف شمال الاطلسي الناتو وانه سيعمل باقصى طاقته لضمان تحقيق الامن والسلام والاستقرار في المنطقه جاء ذلك خلال لقاء جوده اليوم امين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في عمان لبحث التعاون القائم بين الاردن والحلف والتاكيد على اهميه الشراكه الاستراتيجيه التي تربط الاردن بالناتو والتواصل والتشاور المستمرين بين الجن كما تطرق اللقاء الى التحديات التي تشهدها منطقه الشرق الاوسط وعلى راسها القضيه الفلسطينيه واهميه العوده الى طاوله المفاوضات وتطورات الاوضاع في سوريا والعراق وانعكاساتها الانسانيه على الاردن من جهته عبر امين عام حلف الناتو عن امتنانه للمساهمات الاردنيه في عدد من عمليات الناتو وحلفائه مشيرا الى انه تم الاتفاق على اجراء مزيد من التعاون خاصه في مجال التدريبات العسكريه المشتركه لا سيما وان الاردن قد قرر ان يكون ضمن قوات الاستجابه التابعه لحلف الناتو هذا ويحلُّ وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ضيفاً في برنامج "نبض البلد" عقب هذه النشرة مباشرة لبحث المزيد من الملفات الإقليمية والدولية أيضاً نعم. ننتقل إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي عممت على وسائل الإعلام عدم نشر وتداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بشؤون الأمن العام الداخلية ومنتسبيه إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المخولة في الأمن العام وطلبت الهيئة في تعميم من أصدره المدير العام للهيئة أمجد القاضي الامتناع عن قبول ونشر المقالات والتعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة مشروعة ودون المساس أو التعرض لهيبة الأمن العام ومنتسبيه بأي صوره كانت مباشره او غير مباشره وذلك استنادا لاحكام القانون قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الأردن حقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام بانتقاله من المرتبة السادسة والستين إلى المرتبة الخامسة والخمسين عالميا وإلى المرتبة الثالثة عربيا وأكد بينو في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد أن الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي يواصل الحرب على الفساد لتجفيف منابعه والحد من مخاطره وأضراره مضيفا أن الاحتفاء بهذا اليوم ليس احتفاء بالفساد وإنما تعظيما لجمهور الوطنيه لمكافحه الفساد. كنا في المرتبه 66 من العالم في بين 5, 175 دوله، الان صرنا 55 دوله من, من 175 يعني الرقم 55 مؤشر جيد، وثالث دوله بالدول العربيه دلاله على انه مؤسسات الاردن حكومتها بنوابها بإعلامها بالمجتمع المدني وبجهات الرغابية كلها كانت تصب في أنه محارب الفساد لأنها ظاهرة تؤثر على المجتمع الأردني نفذ أهالي نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين زكي بن رشيد اليوم وقفة أمام الديوان الملكي للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وناشد المشاركون في الوقفة جلالة الملك عبد الله الثاني التدخل من أجل الإفراج السريع مشيرين إلى ضرورة ملاحقة المفسدين بدلا من اعتقال المطالبين بالإصلاح على حد وصفهم يذكر أن بن رشيد كان تبلغ لائحة الاتهام من قبل مدعي عام أمن الدولة وتم تحديد الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعدا لبدء المحكمة المحاكمة وجرى إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد مصادقة النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العميد مهند حجازي على قرار الظن والاتهام والله احتجاج على اعتقال الشيخ زكي ومن وجهة نظرنا أنه ظلم وبدون وجه حق رجل بدافع عن وجهة نظره وإحنا بلد المفروض أنه بلد ديمقراطية نطالب بحرية ابننا الشيخ زكي المعتقل في سجن ماركا على أثر التصريح وحرية رأي وسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني هو أول من نادى بحرية الرأي وحرية الكلمة نحن غير راضين عن اعتقاله وأسلوب اعتقاله وأسلوب اعتقال رجل كزكي كان أسلوبا متخلفا ولا ينم عن حضارة دولتنا هطلت امطار الخير على عده مناطق في المملكه منذ ليله امس واستمرت خلال ساعات نهار اليوم بفعل تاثيرات حاله من عدم الاستقرار الجوي، وتميز هطول الامطار هذه المره بانه شمل بالاضافه الى مناطق واسعه من المملكه مدينه العقبه وذلك لاول مره منذ بدايه الموسم المطري، ووضعت امانه عمان كوادرها على اهبه الاستعداد للتعامل مع الظروف الجويه التي تشهدها المملكه وفقا لنائب مدير المدينه للاشغال العامه المهندس ياسر وحذر موقع طقس العرب خلال حاله عدم الاستقرار الجوي من خطر تشكل السيول في الاوديه والمناطق المنخفضه وبالاخص في شرق وجنوب المملكه بما فيها منطقه اقليم العقبه ومناطق الاغوار والبحر الميت وايضا حذر من خطر شده العواصف الرعديه وشده سرعه الرياح الهابطه المترافقه مع بعض السحب الركاميه الرعديه <applause> أحبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات عملية تهريب مليون وأربعمائة ألف حبة مخدرة إلى إحدى دول الجوار وقال المركز الإعلامي الأمني أن إدارة مكافحة المخدرات عملت منذ أسابيع على تتبع معلومة وردت إليها حول نية مجموعة من الأشخاص من جنسية عربية تجهيز كمية كبيرة من المواد المخدرة وإعدادها بطريقة ما من أجل تهريبها إلى إحدى دول الجوار وأضاف المركز الإعلامي أنه بتزامن مع ضبط المركبه قامت عدد من فرق المداهمه بمتابعه الاشخاص المشتبه بهم والقي القبض على ثلاثه منهم وهم من جنسيه عربيه فيما البحث جار عن شخصين اخرين تورطا معهم في القضيه واحيل المقبوض عليهم الى مدعي عام محكمه امن الدوله اعتصم التجمع الطلابي لإلغاء قرار رفع الرسوم في الجامعة الأردنية احتجاجا على رفع رسوم الدراسات العليا والموازي يأتي ذلك في إطار الخطة التصعيدية التي اتخذها التجمع للعمل على إلغاء القرار عبر تنظيم عدة فعاليات لحين تحقيق مطالبه ونظم التجمع ثلاث مسيرات داخل الجامعة توجهت إلى مبنى رئاسة الجامعة حيث تجمع الطلبة وقاموا بإلقاء كلمات تندد بقرار رفع الرسوم وتطالب بإلغائه اجمع عدد من قاده ورؤساء وفود دول الخليج المشاركين في القمه الخليجيه في الدوحه اليوم على ان التحديات التي وصفوها بانها بالغه الخطوره والمتغيرات التي تشهدها المنطقه تجعل دولهم اكثر اصرارا على تعزيز التكامل والتعاون واعرب القاده في بيانات مكتوبه عقب وصولهم الى العاصمه القطريه للمشاركه في القمه الخليجيه مساء اليوم عن املهم في ان تحقق القمه العديد من الانجازات على طريق تضامن وتكاتف دول المجلس لتقوم بواجبها لحماية مكتسبات شعوب دول الخليج وحماية الأوطان وتركز أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي على تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الأمني بين مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة بهذا الجانب إضافة إلى قضايا النفط والوحدة الخليجية رفضت المعارضة السورية خطط المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا القاضية بتجميد الصراع في بعض النقاط في سوريا معتبرة أنها خطة تسكينية وغير مقبولة ولا يلوح فيها أي أفق للحل وقال وزير الدفاع المكلف في الحكومة السورية المؤقتة محمد نور خلوف إن الشعب السوري ينتظر من المبعوث الأممي حلا شاملا وليس إبرا تخديرية محذرا من أن خطة دي مستورا ستتيح للنظام تجميع قوات المشتته على حد وصفه وفي السياق ذاته أعلن أكثر من فصيل يقاتل ضمن المعارضة السورية في كل من إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي عن رفض خطة تجميد الصراع باعتبارها تصب في صالح النظام وكانت الحكومة السورية أعلنت قبولها بدراسة مقترح الموفد الأممي الذي قدم خطة تقضي بتجميد القتال في بعض المناطق السورية وبالأخص في حلب للسماح بنقل مساعدات غذائية إليها وللتمهيد لبدء المفاوضات. اتهمت منظمة العفو الدولية الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الاخير على قطاع غزة في اب الماضي، وطالبت المنظمة باجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات، واكدت المنظمة في بيان لها ان تدمير جيش الاحتلال الاسرائيلي في الايام الاربعة الاخيرة من العملية اربعة مباني يتالف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني. بعد كل مره تقوم فيها المؤسسات الحقوقيه الدوليه باجراء تحقيقات اثر اي عدوان تقوم به اسرائيل وتقتل فيه المئات من المدنيين الفلسطينيين وتصيب الالاف دوله الاحتلال شنت ثلاث حروب علي قطاع غزه في اقل من خمس سنوات لماذا حدث ذلك السؤال بسيط جدا لانها دوله تشعر انها محصنه وانها فوق القانون وان هناك من يوفر لها غطاء سياسيا وقانونيا وبالتالي بقاء دوله الاحتلال دون محاسبه يعني مزيد من التغول في الدم الفلسطيني يعني ان الاسوا قادم لا محاله اذا ما استمر هذا التجاهل والصمت الدولي نحن نتحدث عن ضحايا يجب ان ينصفوا وان يتحقق الحد الادنى من العداله لهم منظمه العفو الدوليه امس كانت تصدر حكم يقول بان اسرائيل ارتكبت جرائم ارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال العدوان الأخير بالتالي الوقائع تتراكم ملفات الاتهام المسنودة بإثباتات تتراكم والمهم متى ندفع هذه الملفات الي المحاكم لجنه الامم المتحده للتحقيق في جرائم الحرب ما ان انتهي العدوان الاسرائيلي الاخير علي غزه حتي اعلنت عن عزمها اجراء تحقيقات تتضمن استهداف المدنيين في الابراج السكنيه واماكن الايواء التابعه لها ورغم المنع الإسرائيلي لأن تتم التحقيقات على أرض الجريمة إلا أن ذلك لم يثني اللجنة عن توكيل من يقوم بدورها في التحقيقات الميدانية سوف تقوم هذه اللجنة بعد إجراء كل التحقيق اللازم برفع توصية إلى الأمير العام وهو سيتخذ الإجراء المناسب نحن بإمكاننا اللجوء إلى التشريع الدولي وهناك فرصة في هذا المجال وبإمكاننا أيضاً أن نعمل على التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا ما قام الرئيس أبو مازن بالتوقيع والمصادقة على ميثاق روما. مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة ما أن بدأ العدوان يومه الأول حتى بدأت بتوثيق الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وتعد الملفات الجاهزة للحديث بلغة القانون الدولي بهدف دفع العدالة الدولية لفرض عقوبات حقيقية. على اسرائيل ومهما كانت نتائج التحقيقات التي ستصدر عن اللجنه ينتظر الفلسطينيون الخروج من دائره الادانه والبدء بفرض عقوبات جديه على اسرائيل منوعك القناه رؤيا غزه فلسطين الى فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال اخبارنا اهلا بكم من جديد إذا نعود لاستكمال أخبارنا وعلى الصعيد الدولي وضعت ما تسمى بالإدارة المدنية في جيش الاحتلال خطة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية على حساب الأراضي التي تسمى بأراضي دولة والتي سبق واستولت عليها إسرائيل تحت بند أغراض عسكرية ومساحات للتدريب العسكري وبحسب خبراء فإن سلطات الاحتلال استولت على مليون دونم من أراضي الأغوار استغلتها لأهداف عسكرية بعد ذلك حولتها إلى أراضي دولة تمهيدا لبناء المستوطنات عليها. بطرق ملتويه وغير قانونيه تواصل اسرائيل مصادره اراضي الفلسطينيين لاهدافها العسكريه والاستيطانيه وتستغل القوانين العثمانيه الموجوده قبل الحركه الصهيونيه والتي تنص على أن أي أرض زراعية لا تستخدم لثلاث سنوات تصبح أراضي دولة بحسب المادة 68 من القانون العثماني وهذا ما تعمله إسرائيل فعلا من خلال إغلاق أي أرض لمدة ثلاث سنوات بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة بعد ذلك تمرر للمستوطنين هنالك قانون عثماني الصادر سنة 1855 قبل انشاء الحركة الصهيونية تقوم بعملية استخدامه في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة اي ان كل ارض لا يتم زراعتها خلال مدة ثلاث سنوات تعتبر هي اراضي اميرية اي انه يمكن مصادرتها اسرائيل ماذا عملت؟ قامت باغلاق مساحات حوالي مليون دنم كأراضي عسكرية مغلقة فلم يتمكن المزارع الفلسطيني أو صاحب الأرض من الوصول لها بعدها بتصدر إسرائيل قرارات بتقول هذا الأرض لم تزرع طب هو ممنوع أصلا بال... يعني في قرار عسكري باعتبارها أن مناطق عسكرية مغلقة إسرائيل تسيطر على قرابة مليون دنم في منطقة الأغوار كانت تستخدمها لأغراض عسكرية وبعد اتفاق أوسلو عام 94 تحولت تلك المعسكرات إلى منطقة النقب وأبقت إسرائيل على هذه الأراضي تحت سيطرتها لتأتي الآن وتحدد 35 ألف دنوم منها لصالح توسعة مستوطنات الضفة الغربية بالإضافة إلى رسم خرائط لقرابة 250 ألف دنوم ستقام فيها مستوطنات خاصة في منطقة الأغوار هناك 35 مستعمرة على حدود نهر الأردن وتسمى مستعمرات الأغوار هذه المستعمرات كلها جاءت متصلة ومعظم المعسكرات الإسرائيلية التي تسيطر على مساحات شاسعة وواسعة في أراضي الضفة الغربية هي موجودة في منطقة الأغوار تم سابقا السيطرة على ألف كيلو متر مربع يعني مليون دولم داخل الضفة الغربية ومحاذي لنهر الأردن إسرائيل تطبخ خطتها هذه على نار هادئة ولإرضاء المستوطنين واليمين المتطرف بدأت بهذه الخطة نتنياهو يريد أن يبقى رئيسا للحكومة المتطرفة بأي ثمن إن كان ماذا بقي لهذه المستوطنات أن تتوسع أكثر من ذلك ولو انتقلنا إلى علم الفيزياء لوجدنا أن التمدد يقابله تقلص وفي علم الفيزياء أيضا لكل فعل ردة فعل والمستوطنات لن تزال إلا بردة فعل فلسطينية تقلعها من جذورها أحمد براهم من رؤية من أمام ما تسمى بمستوطنة بيت إيل الجثمة على أراضي مدينة البيرة قررت ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيليه تاجيل جلسه المقرره للنظر في قضيه ابعاد نواب ووزير القدس المحتله الى الضفه الغربيه واكد محامون ان كل حيثيات القضيه لا تستند لمسوغات قانونيه واخلاقيه وتتناقض مع القانون الدولي وحتى مع معايير الديمقراطيه وتشكل انتهاكا صارخا لحصانه النواب لافتين الى ان هذه القضيه تعتبر من اخطر القضايا بحق اهل القدس المحتله ووجودهم بعد أن تم انتخابهم كنواب في المجلس التشريعي، أصدر وزير داخلية إسرائيل بار أون في التاسع والعشرين من أيار من العام 2006 قرارا يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس أو الاستقالة النواب الأربعة أحمد عطون محمد أبو طير محمد طوطح وخالد أبو عرفة رفضوا الاستقالة اعتقلوا على إثرها لأكثر من ثلاث سنوات ونصف بعد أن نفرج عنا سلمنا قرار بانه يجب علينا مغادره دوله اسرائيل بهذا النص لانه بعد ان ثبت عدم ولائنا لدوله اسرائيل، قمنا ضد هذا القرار باللجوء الى مقر الصليب الاحمر لرفع صوتنا ضد قرار الابعاد لانه هذه بوابه اذا فتحت على اهل القدس سيكون لها اول وليس لها اخر. مكث النواب الاربعه بالصليب الاحمر عاما ونصف حتى اقدمت وحده اسرائيليه خاصه على اختطافهم وابعادهم بالقوه. الي رام الله في السادس من كانون الاول من العام 2011 لا نستطيع التحرك من داخل حتي في الضفه الغربيه ولا الخروج من مدينه رام الله لاننا نرفض ان نستلم اي وثيقه تقتصر من حقنا في العودة إلى إلى مدينة القدس شعور مؤلم جدا أن الإنسان يقتلع من بلده التي ولد بها وترعرع بها وآمل إن شاء الله أن ندفن بها إن شاء الله سبع سنوات ونصف ولم تنتهي القضية اليوم بصورة مفاجئة وبعد أن كان مقررا البت في قضية إبعادهم أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا لأجل غير مسمى تقدمنا بالتماس باسم النواب المقدسيين الأربعة في عام 2006 عندما قرر وزير الداخلية آنذاك سحب الهويات المقدسية وعمليا إبعادهم من مدينة القدس المحتلة. في البداية كانت هناك هيئة قضائية من ثلاث قضاة، بعدها تم توسيع الهيئة إلى خمس قضاة وفي النهايه تم توسيع الهيئه الى تسع قضاه وهي اعلى هيئه في المحكمه العليا نحن نقول ان هذا الموضوع مربوط في تبكير موعد الانتخابات حيث اننا لمسنا منذ اللحظه الاولى ان المحكمه لا تريد ان تبت في هذا الموضوع بسبب حساسيه الموضوع وخطوره مثل هذا القرار الصيغه السياسيه التي تتعامل بها اسرائيل عندما تتحدث عن قاب قوسين الولاء لدوله اسرائيل تفتح باب نكبه مقدسيه جديده تكون بدايتها مع النواب لكنهم قالوا بشعور كل مقدسي والله ان القدس احب البلاد الى قلوبهم ولو ان الاحتلال اخرجهم منها ما خرجت منهم ابدا من القدس المحتله زينه صندوقه رؤيا وعودة إلى الأخبار المحلية أجمع خبراء وأكاديميون وناشطون سياسيون على أن الحرب الأخيرة على غزة شكلت لحظة فارقة في تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية منذ منتصف القرن الماضي وأكدت النائبة العربية في الكنيسة الإسرائيلي حنين زعبي في كلمة ألقاها نيابة عنها أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق خلال ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط اليوم بعنوان تحولات الصراع العربي الإسرائيلي بعد الحرب على غزة اكدت على ان المقاومه الفلسطينيه قدمت اداء عسكريا وامنيا واعلاميا متميزا فاجا الاسرائيليين بدوره قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور جمال الخضري ان تحقيق الانتصار في غزه لن يكون دون توحد حقيقي وعمل مشترك على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي والاسلامي لتشكيل قوه ضاغطه تجبر الاحتلال الاسرائيلي على وقف اعتداءاته وانتهاكاته بحق ابناء الشعب الفلسطيني ما يتعلق ببناء الثقة بين السلطة وحماس من من هما لا يستطيع الاستمرار في الصراع على السلطة والشرعية أقام النادي الأرثوذكسي حفل أشهار لموسوعة التاريخية أو للموسوعة التاريخية للباحث نواف الزرو والتي تحمل عنوان قراءات استراتيجية في مستقبل الصراع العربي الصهيوني. الزرو أكد خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل أن معايشته للقضية الفلسطينية كانت المحفز الرئيس له لتوثيق كل ما يتعلق بعناوين القضية منذ قرنين وحتى الآن، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بأكملها تحوم في دوامة الصراع الدائم مع العدو، وأضاف الزرو متحدثاً عن موسوعته الجديدة أنها تعد بمثابة عمل مقاوم لسرقة التراث الفلسطيني وللصراع الصهيوني وليبقي التاريخ والذاكرة الوطنية راسخين في عقول الأجيال القادمة. <applause> استذكر رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان ابو عوده ابرز المحطات التي ميزت حياه الراحل رئيس الوزراء الاسبق الشهيد وصفي التل الحافله بالعمل السياسي والعسكري والرؤى العصريه التي كان يمتلكها في حينه، وقال ابو عوده خلال محاضره له في جمعيه اصدقاء الشرطه ان الشهيد وصفي التل كان يمتلك رؤيه عصريه فهو اول رئيس وزراء يدخل على الدوله التحديث، وكان مهتما بالارض والزراعه والموانئ والتعليم والجامعات، مشيرا الى ان هذا النهج اثار مخاوف الجيل القديم الامر الذي عرض شخصيته للاغتيال السياسي من قبل منافسيه اطلق في اربد تطبيق الهاتف المحمول بلغ بلديتك الخاص بالهواتف الاندرويد الذكيه لتوثيق الشكاوى المتعلقه بالخدمات البلديه والتعامل معها بسرعه ومهنيه عاليه. وياتي هذا التطبيق كجزء من حمله اربد ديرتنا تكبر بهمتنا التي تم اطلاقها من قبل مجموعه من المنظمات المجتمعيه المحليه في اربد. ووفقا لرئيس بلديه غرب اربد عصام لشلول فان التطبيق سيساعد بشكل فعال في توثيق الشكاوى وتفعيل نظام الاستجابه السريعه وان المواطنين سيلمسون التغيير في نطاق العمل وتلقي الشكاوى ومعالجتها بعد استخدام التطبيق ويمكن تطبيق بلغ بلديتك المواطنين من التقاط صور او فيديو لاي مشكله خدميه يواجهونها في منطقتهم وارسالها على الفور كشكوى موثقه الى بلدياتهم حيث يتلقاها الموظفون المعنيون ويحولونها الى الدائره المختصه للعمل على حلها. هذا البرنامج جاء ليلبي طموح بلدية غرب إربد في التواصل والتشارك مع المجتمع ومع المنظمات وخاصه المنظمات العالميه فقد قدم هذا البرنامج لنا طموح كنا نطمح له في التواصل مع ابناء غرب اربد فبدايه التطبيق كان نموذج في التطبيق بحيث انه بدانا نتلقى بعض الملاحظات والمشاكل التي يعاني منها ابناء غرب اربد وبالتالي نعمل على حلها باسرع وقت طالب مهندسون ومستثمرون في قطاع الاسكان باجراء تعديلات على المشروع المقترح لنظام الابنيه في العاصمه عمان تتناسب مع التوسع السكاني الذي تشهده المدينه وتساهم في ايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها وتشجع ايضا على الاستثمار في قطاع الاسكان. وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس عبد الله عبيدات خلال جلسه حواريه عقدتها النقابه حول النظام، قال ان النظام المقترح يحمل المهندس المصمم العديد من الاعباء من خلال التعقيدات التي يضعها أمامه في المواءمة بين متطلبات النظام واحتياجات المالك وأكد عبيدات أهمية إعادة النظر في النظام نظرة لطفرة العمرانية التي تشهدها العاصمة والتي تعاني من ازدحامات مرورية ولا بد من إيجاد حلول لها ليس على حساب المواطن كما هو موجود في النظام المقترح اشتكى العديد من سكان ضاحية المرج في محافظة الكرك من انتشار الحفر فيها بشكل كبير، الأمر الذي يتسبب بأزمات مرورية وحوادث سير، وأشار سكان الضاحية في حديثهم لرؤية أنهم طالبوا المسؤولين المعنيين أكثر من مرة بحل مشاكل انتشار الحفر والتي تعمل على عطب سياراتهم، مشيرين إلى أن أحدا لم يستجب لمطالبهم، وأن الحفر لم تغلق منذ أكثر من أربعة شهور، الأمر الذي يثير القلق خشية سقوط أحد الأطفال أو السيارات فيها. وحمل يعطون مدير اشغال الكرك ورئيس بلديه الكرك مسؤوليه ذلك مؤكدين تواصلهم معها معهم لكن دون جدوى ومؤكدين اهمال المسؤولين في ضاحيه المرج